موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، كشف الناشط الحقوقي والمدون زكريا حناش عن تواجد 228 معتقل رأي في السجن، من بينهم 5 نساء محامي، 3 صحفيين ورئيس حزب سياسي. وفي سبتمبر الجاري تم إيداع 57 مواطنا الحبس على الأقل، ووضع أزيادي من 82 مواطنا تحت النظر. ومنذ 22 فبراير 2021، أي الذكرى الثانية للحراك الشعبي، أودع 400 واحد الحبس المؤقت، وتقديم 798 مواطنا على الأقل أمام وكيل الجمهورية، واعتقال 6740 مواطنا على الأقل. أفاد الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمانتي مارتين، عضو في المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين، أن 80 قاربا للهجرة غير الشرعية وصل إلى كل من ألميريا، موريسيا، أليكانت وجزر البليار خلال 72 ساعة الأخيرة على متنهم ألف جزائري. وتوفي شخصين اثنين تم تحديد هوية أحدهما فقط، كما تم تسجيل عددا من القوارب المفقودة وتحطم قارب واحد في الساحل الجزائري على متنه 15 شخصا. وسيتم إطلاق سراح جميع المهاجرين الذين وصلوا خلال 3 أيام الأخيرة، عدا أو باستثناء المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في بلادهم وسائقي القوارب. في خبر آخر، وضع المركز الأوروبي لرصد العواصف المناطق الجزائرية الوسطى والشرقية تحت الإنذار، حيث ارتقب تساقط أمطار غزيرة جدا محليا، تساقط للبرد، رياح قوية، مع احتمال تشكل الأعاصير في البحر. الولايات المعنية بهذا الإنذار هي العاصمة بومرداس، شلفتي، بازا، تيزي وزو، بجاية، جيجة، العين، دفلا والمدية، وذلك بداية من نهار اليوم على الساعة 7 صباحا إلى يوم غد الأربعاء على نفس الساعة. هذا وأدت أولى الأمطار المتساقطة هذا الخريف إلى انسداد بالوعة صرف المياه، مخلفة غلق نفق أول ماء تجاه الأبيار بالعاصمة، وعرقلت حركة المرور، كما توقفت حركة المرور بالطريق السريع الرابط بين تيبازا والعاصمة، إلى جانب تسجيل فيضانات في عدة بلديات بالعاصمة. وعن الأخبار الدولية، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن محاولة انقلاب فاشلة في البلاد، وأعلنت وكالة الأنباء السودانية أن جميع المتهمين بالمشاركة في هذا الانقلاب قد اعتقلوا وبدأ التحقيق معهم. ونقل تلفزيون السوداني عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة تأكيده إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة. ننتقل إلى أخبار تونس، حيث قال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد إن الخطر على البلاد لم يكن لأسباب داخلية فحسب، بل كانت هناك أسباب خارجية. وأضاف سعيد أن هناك من دفع المليارات في عدة دول غربية للتشويه، بل حتى الاغتيال. نختم متابعينا بأخبار الثقافة والسينما، حيث أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عن برمجة عرض فيلم على أو إلى آخر الزمان للمخرجة ياسمين الشويخ، ذلك في الأيام المقبلة. الفيلم حائز على 32 جائزة دولية، ويروي قصة حب بين حفار قبور وأرملة تزور قبر شقيقتها لأول مرة، حيث حولت المخرجة ياسمين شويخ المقبرة من رمز للموت إلى مكان لانبعاث الحياة، وتؤكد أن الحب لا يعترف بالسن والعمر، فلا تفوتوا هذا العرض. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، نذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقع radio-m.net ومغرب-emergent.net. إلى اللقاء.